تفضل. ما عليك سوى انت تسحب معك 120 ثانيه تخيل. نقيب حزامك لانه احتمال يصدق سعر. نقيب ملك المرونه يا الله خفة الحركة ماجد بيجي لا هذا حوت لا يبدأ العداد بس لا ما يبدأ العداد إلا نبدأ. شوف أنا بقول لك حاجة بس فضل. أنا أستطيع لكن لا غنى عند لا غنى عن دعمكم يا أبو غلا غنى غنى مزكم يا أخي لا طيب أنا من منطقة نعب يا مجدي يا مزكم يا أخي ماجد صلى على النبي الآن حنبدأ العداد 120 ثانية مع وقت البناء والأول وكبش فيدا أجرب بس واحدة واحد اثنين يلا يا ماجد ماجد شوف الوقت الوقت بدأ ابدأ العداد ابدأ شغال والله شغال يا ماجد شكرا شكرا الله ماجد الله. لا 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 ماجد ماجد جيبها كذا جيبها كذا ماجد اسمع الكلام ارجوكم خلاص ما يستطيع مايله لا تخلوني اتملص يا بني الوقت الوقت تحت فح لا مايله لا احد يضحكني مايله مايله يا ابن الناس في اليه معين اصبر بس اليه اختراع هو ترى في كاسات يا ماجد 90 ثانيه ماجد ماجد 90 البناء مختلف يا حبيبي عن الهدم 90 ثانيه باسم شايف الحبيب اللي قدامنا جالس هذا قاعد يفتح هروج انا اتمنى انك ما تفتح نفس الهروج حقته 90 ثانيه ماجد انت يعني حاول ثمانية ثمانية. لازم كلها يا ابو ساره بقي لك واحده بس طيب حلو يلا الان حلو. الان لعبتي ايوه يلا الان ما حد له صلاح يلا روح انا انفرد بالميدان يلا ترى الوقت خلص الله عليك الله عليك والله خطير الولد ده ارجوك كيف الذاكر انت في الليل الله يلا ابني ابني من جديد ابني من جديد ابني من جديد 50 ثانيه 50 ثانيه ابني من جديد ابني من جديد يا ماجد ابني من جديد يلا روح 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 50 ثانيه روح ماجد اتمنى انك تسوي هذه من دون ما والله احس اني انا متمكن صراحه يلا يا ماجد 40 ثانيه 40 ثانيه والله اشعر يا حوت الارض تشعر ولا تشعر شوف هو الامكانيات موجوده لا 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 مايل 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 اول واحد مايل اول واحد تحت تحت ايوه هذا يا سلام يلا ماجد يلا ماجد يلا ماجد هذا يدل ان الاساس لابد يكون ثانية. متين شوف الوقت يا ماجد شوف الوقت يلا روح خلصت العصير والله المحاولات باءت بالفشل لكن ايش لا يعني ان نسعى يلا 20 ثانية طيب 10 8 6 3 كمل كمل روح روح روح, روح باقي باقي ما خلص التايم ما خلص 10 ثواني والله ما شاء الله عليك بنيتها في النهاية بس والبناء بسيط عندي يلا الله ابني خلاص 4 ثواني يلا سريع 3 ثواني 1 اللي تحت اللي تحت اللي تحت شوية بس خلاص 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 انتهى بس خليك كمل الله اكبر انتهى بس خليك كمل اسمحوا لي بس اسمح لك روح اسمحوا لي اسمح لك لان انا عارف حتى سمحوا لك والله اني تكرار ترى سبحان الله ايش علم ماجد ماجد ارسل لك اللوكيشن حق الكرسي حقه الله يعطيك العافية شكرا سلم لك على الشباب يا نقيب سيد باسم باسم انت تستطيع شوف شوف ابراهيم انت تعلمت من اخطاء غيرك انا اتوقع ان هذه لو اجلس فيها لبكره العصر ما بيجي ليش الرساله سلبيه ايش فيكم شباب انا محطم داخلي ديك شيء يا ابو ساره والله يا شباب غلط هذا تحدانا انا وانت انا اتحداك تحدي تحدي بس خلاص بعده يلا عشان التالي والله اتوقع الشيء اللي سويته يا ابو ساره بسم الله راح اتعب اللي بعده كثير شوف حاول تركز بس على القاعده شوف ابراهيم ابراهيم كذا يا سلام انا اقول لك يمين يسار هي القاعده اهم شيء ترى انه تاسس الجرامر مشكله إيه ماجد قال حيثيه حيثيه وصار يتكلم صار يتكلم صار في دور رغم ذلك صراحه سقطت 3 كاسات سقطت مع العداد اذا بدات تيت تيت هذه على طول بسم الله 2 بس ما حتلعب تذكر ايام الكبده يا ابراهيم ما شاء الله يا ايام ايام البلح يا سلام ايام البيض يا وي اقول سيب الدنيا طيب يلا يلا نبدا 1 2 ثلاثة لازم والله قاعد كأنك تسوي لعب خفة يا ابو سام بس يلا ما في تيت يلا حي تيت يلا قول تيت يلا تيت بسم الله باقي لك 10 ثواني ابراهيم انا بحاول نحط الورقة اكبر صح ايش رايك ابراهيم يا سلام برضه فكرت كفكرة مقبولة هي عارف فكرة مقبولة كتنفيذ لا والله ترى فكرة حلوة صح هذه ممكن تهدم لك البرج كامل بس ضبط الاولى من منظوري بسيط طبعا الاولى طعشتها شكرا يلا يلا ثاني ثاني حبه حبه لازم تحطها في النص شويه لازم تحطها عشان تركب تمام صح انك فهلوي لكن ما زبط يلا مو مشكله في اوراق كثير يلا عادي يا تكتك اي تكتك يلا تزعل من تكتكه يا تكتك الدره باسم حبه يمين وحبه يسار حطيه باسم انا ما بحطمك صح نص الوقت راح قلت لك انه انا ايش انا ابراهيم انا كان عندي اساس ماشي عليه يا سلام يا باسم يلا يا باسم 60 ثانية ايش قاعد تتفرج بقي لك حبة معجب فيا
انا معجب في نفسي. طيب لا يا ابراهيم، ابراهيم والليل يا سنبلة بازم. ابراهيم بيات ترتدي ثانية. اتوقع ان البرج هذا ممكن طيب يعني ايش هش جدا صراحة. اطلع منه. اللي هي تفيد ايش؟ الله باسم باقي لك 30 ثانية. لا لا ترى نحتاج الورقة. بجيبها طيب عادي بجيبها. هذه حق الجعصة، حق الجعصة. بسم الله. الله ما حد تعداني الآن. بسم الله بسم الله بسم الله، آخر محاولة. بسم الله. شوف الورق اللي تسقط وتحتاجه الآن يا رب. إبراهيم ثلاثة براج. 20 ثانية. 18 17 16. انت ما انت قادر تبني الورق، كيف حد يبني الكاسات؟ والله صعبه. والله باسم عندك فصل الخريف، اوراقك كلها ضاعت. هوب 3 2 سحبها ورا بعض كلها. بس لا دي 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 خليها 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 تكفى. انت اسحب من الاخير خلاص. جرب اسحب من الاخير. يلا جرب، يلا جرب. هي كفكره جيده ترى. يعتبر واحد. يعتبر واحد. انا في المقدمة. ايه انت في المقدمة. انت الان تجلس جنب ماجد وتقول له ايش صار، ايش صار معاه، اخبارك؟ والله تمام. مجد عبد الغني نجرب شرك فوز. مجد عبد الغني بس اسمعوا يا جماعة الخير، راح نسرع. ايوه راح نسرع محاولة واحدة. انا مرة ما حتكلم يعني حنرفع رتم ال ايوه. معاك 120 ثانية، استخدم 120 ثانية سريعا. حلو دي، استخدم 120 سريعا. لا باقي واحدة. فين باقي واحدة؟ يلا اربع حبات. ايه فيها واحد فيها. اثنين ثلاثة جو. انا احس ان مجدي حيجيبها فعلا. مجدي صراحة رجل ليش دقيق جدا، دقيق بر، وعنده معايير معينة يعني يحب يمشي عليها. ما يحب يبدأ بشكل عشوائي. يا سلام، شوف كل الناس ما شاء الله ما شاء الله. فانا اتوقع انه مجدي يكون له لمسة. عجبتني النظرة هذه الامامية. لا هو له نظرة ثاقبة. شوف شوف ترى مو رسمه يا مجدي. ترى مجدي ما يفكر بالطريقه السريعه مثلنا. هي هري الحين في السهل. مجدي انت تستطيع. بسم الله لا. ستصل. اسمع احنا طيب فعلا. قد تتعثر يا مجدي لكن ستصل. قد تتعثر لكن ستصل. ممتاز. هي الثالثه دي، الثالثه دي كل العيب مو عيب ابو شرف. احنا لو لعبناها لعبه الهرم كانت اسهل. شوفها كيف الهرم ابراهيم؟ الهرم اسهل والله. ايوه لانه اقل، اقل ادوارا كذا، اقل في مستوى واحد. ايوه في لها قاعدتين. ما عليه ما عليه مجدي، لازم تحاول. خلاص هي تيجي الاولى. بس شوف ترى اللعبه ما تعرف انك انت جبت لنا ضيافه. اقول لك شيء باذن الله اني اسويها. 50 ثانيه مجدي. شوف يا مجدي احنا نبغاك تسرع بس ما نبغاك تتسرع. مجدي غلط. ايوه الكاسه دي عدلها. ايوه عدلها. السرعه والتسارع يا مجدي، الفيزياء القوانين اللي درسناها يا مجدي. مجدي اهدى يا مجدي. مجدي اهدى يا مجدي. يلا والله مجدي ربشت صراحه يا مجدي. مجدي مجدي يا لا لا مضبوطه والله غلطان. لا لا هذه مايله حقيقه. يلا يلا حقيقه ظنوني في مجدي كلها بات. 20 ثانيه اسرع. اتوقع يا مجدي انك تستفيد. ممكن السريع، ممكن السريع تستثمر ال 15 ثانيه في اشياء مفيده. تعال مثل تسلم على واحد في الواتساب. يلا يلا انا الحين بروح. خلاص مجدي ايش حتسوي؟ برج. لا 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 خلاص خلاص، هذا اللي في العنايه المركزه ممكن تطفوه. بامكانك تستري. والله ما زبطت معايا. والله صوت ده يقهر ترى. يقهر والله يقهر. الصوت هذا محطم. والله يقهر الصوت. اذا ايش انت اقصد؟ ايش اقصد؟ البحر ودع القنوات. روح يا بحر. الله يخلينا نصل زي عبد الله. الله الله. سوي تيت بس نشوف الكاسات اذا مضبوطه. انا اشوف لو يخلوا صوت عصفور افضل ترى. سويتيت برمي الكاسه لقدام. رجع ورا. روح 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 روح. يلا لا نعيد عشان قال تيت متاخر. ارجع ورا بشويه. كاسه هي اللي فوق. كويس تمام تمام. ورجع ورا ورا كمان. بس انا من زاويه رؤيتي صراحه واضح انك حتطيح البرج يا ابو ساره. بس اوكي اوكي. انا اشوف انت ليش تشوف. لا خلاص دي الاخيره. انا خلاص اوكي كذا مزبوط. لا لا قدمها شويه قدمها شويه. إن الان تقدر تنفرد ترى. مزبوط قدمها شويه. لا 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 ما كذا هنا اوديك كذا. ايوه 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 قدم بس اشوف. لا كذا ما يلتو ترى. احنا قاعدين نعطيك اخطاء. انا ترى ابو ساره جل. الله يا نقيب. حلو هي خطفه. الله يا ابو ساره.
لا خليها ليت اسمع خليها ليت 9 ثواني خليها ليت 10 كفانا بالله بس انا والله قاسم شوف المضاربه بالمشاريع النهائيه ترى تهدم المشروع لا 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 تكفى 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 يلا انا ممكن اسير كمان ما زين جايبين اللعبه لعبتنا طبعا انا كنت ياباني بس مع لا غير الحروف صرت ابراهيم تكفى يا خادم اسحب انا وانت كذا كابتن قول لي انت تستطيع ما تتحمس انت تستطيع انت تستطيع هذه بخور يعني باسم والله بكذا تخيل بعد الهياط هذا كله تغرب لا لا تجي واحد انا كذا بس باسم يلا واحد اثنين ترى غلطتي اني سويت الك... روح روح ابراهيم والله انا قلت لو طاحت حضحك ان شاء الله ما تضحك يا رب انا مجهز مجهز التحليل يا رب واحد فريقنا ابراهيم يلا يس احنا نستطيع المبروك اتربى في عزك ان شاء الله الله يبارك فيك من المال من البنون الله يبارك حقه ايه حقه نجيب لك لا لا خلاص خلاص شو 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 خلاص صفقوني